الأول والصدارة والمقدمة هنالك معم شاغب سيف بن مسفر بن راشد العميمي على المركز الأول والمركز الثاني مبدع محمد بن علي بن سهيل يبهوني الظاهري والمركز الثالث المركز الثالث رهيب أحمد بن سهيل بالدريله العامري على المركز الآن الثالث وفي المركز الرابع المركز الرابع هنالك سراب عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المرية مرحبا بضيوفنا الكرام وهالي قطر من يشاركونا في هذا المهرجان الكبير بينما أنتقل إلى الاسم الخامس والشعار الذي دخل بقوة منافسا لهذه الأسماء هنالك هامان حمد بن محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي والوصول والانتقال أيضا من هذا الشعار شعار غانم بن علي بن حمود الظهري مع مجد وعلى المركز السابع هنالك الوصول من الطاغي سالم بن سهيل بن هيه العامري والمركز الخامس شعار بن بدر شعار بن بدر بدأ ينضم يا مرحبا بالطاير سيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي يلا يا ابو سهيل بينما التدخلات القوية بينما الوصول ايضا والانضمام الصداوي مانع بن محمد بن مانع بن دواش العجمي ضيف عزيز ايضا من دولة الكويت يا مرحبا بكل الضيوف هذه هي الاسماء مشاهدينا متابعينا الاعزاء نقطة واعود الى هذه الطائرة التي حانت بالاقلاع على هذا المدرج القوي الذي يسيطر على مقدمة الشوط مع مبدع مبدع وأنت مبدع بهذه الخطة وبهذه القيادة الكبيرة لهذه الأسماء 77 اسما لامعا مع القوة والانطلاق والخير والتميز هنالك مبدع محمد بن علي بن سهيل يبهوني الظاهري والمركز الثاني مشاغب سيف بن مسفر بن راشد العميمي والمركز الثالث المركز الثالث الوصول ايضا والانتقاله من الوعد سالم بن محمد بن شرقي العفاري والوصول ايضا الوصول والانتقاله من محمد بن بطحان بن قران المنصوري وعم مصيح بدا ينضم الى المركز الخامس الدور المركز السادس المركز السادس شعار بن شريم شعار بن شريم مع وهاج محمد بن طالب محمد بن علي بن شفيع المري والوصول ايضا والانتقاله القوية من عمق الميدان مع التحدي مع هنالك شعار صغير بمحمد بن سيف المنصوري وعلى المركز العاشر مشاهدينا متابعينا الاعزاء اشقر فيصل بن سالم بن علي بن جابر الحنزاب المري هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء العشرة الاسماء الاولى المتقدمة واعود الى هذه التغييرات السريعة اللي جرت وطرت على مقدمة الشوط مع القوة الصداوي 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 يا سلام يا العجمي مع المركز الأول مع الصدارة مع القوة أهالي الكويت يتابعون هذا الاسم الصداوي الصداوي مع المقدمة مانع بن محمد بن مانع العجمي ولكن الحذر من هذا البطل مشاغب سيف بن مسفر بن راشد العميمي وعلى المركز الثالث هنالك الفارس سلطان بن فارس بن عبد الله الصقر الشمري أحد ضيوفنا من يشاركوننا ما شاء الله المركز الأول والسيارة الله يا مشاغب مشاغب مع الناموس مشاغب مع التحدي سلام سلام يا ند الشبا سلام يا العميمي سلام يا بن مسفر سيف بن مسفر بن راشد العميمي غادر بالسيارة غادر بالناموس غادر بالذهب مع مشاغب مع المركز الأول المركز الثاني الصداوي مانع بن محمد مانع العجمي وفي المركز الثالث الوصول ايضا ايها الاخوة الكرام من وهاج حمد بن طالب محمد بن شفيع المري وعلى المركز الرابع المركز الرابع الوصول ايضا من فارس سلطان بن فارس عبد الله صقر الشمري والوصول ايضا من احد الاسماء اللامعه مشهور محمد بن احمد بن مطر بن مايد الخيري هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء دخول قوي ومميز مع خط النهايه والتوقيت الزمني الذي رافقنا بالتحدي والاثاره والفوز والناموس ولكن مشاغب اسم على مسمى من شاغب هذا الشوط واستطاع ان يهدي مالك سيف بن مسفر بن راشد العميمي ناموس هذا الشوط مع التحدي ومع الاثاره ومع السيارة هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء 6 دقائق
أربع ثواني، جزئين من الثواني توقيت مشاغب. تهانينا والناموس هو المركز الثاني. المركز الثاني كان التحدي، كان الناموس حليفا للصداوي، وسلامات ذهبت إلى دولة الكويت. توقيت الزمني 6 دقائق 5 ثواني وخمس أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق للصداوي مانع بن محمد بن مانع دواس العجمي، والمركز الثالث. توقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الأعزاء 6 دقائق مشاهدينا 5 ثواني و6 أجزاء. تهانينا والناموس لكل الفائزين، تهانينا والناموس لكل المنتصرين في هذه المسير وفي هذا الأشواط.